فوائد ورق الزيتون عديدة وهامة، ومع أنك قد تظن أن فوائد شجرة الزيتون تقتصر على ثمارها المباركة، إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك الحد فحسب. إليكم التفاصيل. شجرة الزيتون هي شجرة مباركة عرفت منذ الأزل بفوائدها العظيمة للإنسان، ولطالما اشتهرت بفوائد ثمارها وزيتها، ولكن ماذا عن أوراقها؟ هناك العديد من الدراسات تظهر علاقة قوية ما بين خلاصة ورق الزيتون وعلاج بعض المشاكل الطبية، وهذا ما سنخصص الحديث عنه هنا. فما هي فوائد ورق الزيتون تحديدا؟ استخدمت خلاصة أوراق الزيتون منذ القدم في الحضارة المصرية وبلدان حوض البحر المتوسط، فقد اشتهر عن المصريين استخدامها في عملية التحنيط وفي العديد من الأغراض الطبية. فوائد ورق الزيتون: إن مستخلص أوراق الزيتون قد يحوي مجموعة من المركبات النباتية الفعالة في علاج عدد من المشاكل الطبية، وهذا ما يجعله فعالا ومفيدا جدا. وهذه هي فوائد ورق الزيتون: أولا، تقوية مناعة الجسم، حيث تحتوي أوراق الزيتون وخلاصتها على مضادات أكسدة قوية تعرف باسم الفينولات، التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة وأثارها الضارة، وتمنع تليف وتلف الخلايا وتحميها. ثانيا، مسكن للألم. في دراسة نشرت عام 2010 في مجلة Journal of Ethnopharmacology، بيّنت نتائجها أن مستخلص أوراق الزيتون له خصائص مسكنة للألم، حيث تبين أن إعطاء جرعات تتراوح من 50 إلى 200 ميلي جرام لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم يساهم في الحد من الألم. ثالثا، مكافحة السرطان. بحسب دراسة نشرت عام 2010 في مجلة International Journal of Cancer، تم فيها اختبار الخصائص المضادة للسرطان التي تحويها خلاصة أوراق الزيتون، وجد بأن لها خصائص مضادة لسرطان الجلد، حيث أن استخدام خلاصة أوراق الزيتون ساهم في الحد من المرض وتعطيل أغشية الخلايا السرطانية، وعمل على تدمير المادة الوراثية في الخلايا. وبهذا استخلص الباحثون إلى أن أوراق الزيتون قد يكون لها دور كبير في استخلاص أدوية وعلاجات خاصة بالسرطان، إلا أنهم حذروا من استخدامها أثناء العلاج باستخدام أي نوع من أنواع العلاج الكيميائي. رابعا، الوقاية من متلازمة الأيض. متلازمة الأيض هي مجموعة من الأعراض، والتي تشمل على ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية ومرض السكر. في دراسة أجريت على فئران كانت تعاني من دهون الكبد وارتفاع الكوليسترول ومشاكل أخرى ضمن متلازمة الأيض، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Nutrition. تبين أن استخدام ورق الزيتون في حمية صحية ساهم في: أولا، تحسين صحة الأوعية الدموية والقلب. ثانيا، تحسين مستويات الكوليسترول والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وتحسين مستويات الجلوكوز في الدم بعد 16 أسبوع بالمقارنة مع مجموعة أخرى لم تتناولها. خامسا، علاج التهابات الكبد. في دراسة بحثت تأثير خلاصة ورق الزيتون، تبين احتوائه على مواد منشطة مثل أوليوروبين، والتي لها تأثير وقائي يساهم في مكافحة الكبد الدهني وعلاج أمراض الكبد عموما، ونشرت الدراسة في مجلة باثولوجي عام 2010. وبعد 23 أسبوع من تناول فئران المختبر والتي تعاني من التهابات الكبد الدهني لخلاصة أوراق الزيتون من ضمن نظامها الغذائي، حيث تغذت على 100 ميلي جرام من خلاصة أوراق الزيتون لكل كيلو جرام من وزن الجسم، تبين أن ذلك ساعد في زيادة نشاط المواد المضادة للأكسدة.